بسم الله. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نعمل بلان. دلوقتي انا لو جيت على فيو وقلت له بلان فيو، هلاقي هنا فلور بلان، وهلاقي عندي ريفلكت سيلينج بلان وستراكشر بلان. الفلور بلان ده اللي هو العادي، اللي هو بيبقى المعماري والانشائي والكهرباء ميكانيكال، بيبص من فوق لتحت، تمام. الريفلكت سيلينج بيبص من تحت لفوق. الريفلكت سيلينج لو انا عايز احط اي حاجه على السيلينج لازم استخدم الريفلكت سيلينج بلان، والا الحاجه هتحط بالعكس او هتحط على الارضيه. فمهم جدا لو انت تحط لايتنج، لو هتحط تكييف، لو هتحط سبرينكلر، تستخدم الريفلكت سيلينج بلان. الاستراكشرر دي حاجه خاصه بالانشائي، بيبدا تحط الشغل بتاعك عليه، تمام. يعني لو انت تشتغل شغل انشائي هتختار استراكشر بلان. طيب البلان ريجن ده لو انا عندي الدور في اكتر من ارتفاع، فانا بعمل بلان ريجن مربع كده، بحط له ارتفاعات للرؤية، فيو رينج مختلف عن الدور كله. الاريا بلان ده بيحدد لي، بكتب فيه المساحات بتاع كل دور، تمام. خلينا نختار اول حاجة فلور بلان. جاب لي القايمة فاضية. ليه جاب لي القايمة فاضية؟ لأن هنا دي الأدوار اتاخدت قبل كده، فلو شفت العلامة دي اللي هي دونت دوبليكيت اكسيستنج فيو تبدأ تظهر لي الأدوار. لما بعلم على علامة بيجيب لي بس الليفلات اللي ملهاش فيوهات، تمام. يعني ممكن يكون في ليفل 4 أو 5 لسه متعملوش فيو، فهيظهر عندي هنا، تمام. فأنا هقول له اظهرهم لي وأقول له أوكي، تمام. طيب هيتحطوا فين بالظبط؟ هل هتحطه في الميكانيكال، في الالكتريكال؟ طيب هو الافتراضي بتاعه ان انت لو جيت هنا في الاوبشن هتلاقي ايه الحاجة الافتراضية اللي تظهر معايا. برنامج مع معلق شوية اهو، هتلاقي ان الفيو اوبشن بتاعه ان الديفولت فيو ديسيبلين في الكوردينيت، تقدر تغيرها لو انت عايز تشغل حاجة تانية، تمام. بدأ يظهر اهو. طيب في حاجة تانية برضو، ان انا لو جيت هنا في فلور بلان هتلاقي اول حاجة خالص بيقول لي ايديت تايب، تمام. ممكن اجي هنا في الايديت تايب ده بقدر اختار الكيل اوت، بختار ريفرنس ليبل. اهم حاجة بالنسبة لي التمبليت بتاعي ميكانيكال بلان، تمام. هيقول هيبدأ يحدد لي هيظهر في اني ديسيبلين وصب ديسيبلين، تمام. فانت ممكن تقول له لا انا عايزها نون، لو انت مش عايز تظبطها على فيو تمبليت معين او على اعدادات معينة، او ممكن تختار اي واحدة من دول، تمام. فانت من هنا تلقائي بتبدأ تختار انت عايز تظبطه على اني اعدادات قبل ما تعمل الفيو. طيب انا خدت الفيو اهوت، تمام. ده الروف مثلا على سبيل المثال. طيب هو بيظهر عندي هنا ليه؟ لان ده الفيوز ديت سيمبلز براوس اورجانيزيشن، ممكن اقول له اظهرهم لي كلهم، تمام، او اظهرهم لي تايب باي ديسيبلين، يبداوا يظهروا بالشكل دوت، تمام. طيب نفس الفكره برضو لو انت اخترت السيلينج بلان او الاستراكشر بلان. طيب لو احنا قلنا بلان ريجن، بلان ريجن هبدا اعمل اي شكل، ممكن مثلا شكل مستطيل اهوت، تمام. بتلاقي خاصيه واحده اللي موجوده اللي هي فيو رينج، ممكن اظبط الفيو رينج دوت ان هو ليفل 1 ليفل 1 وده ليفل 1 وده ليفل 2، يبقى كده هيشوف لي من ليفل 2 ليفل 1 فين في الجزء ده بس، هقول له اوكي. زي ما انت شايف الاعدادات بدأت تظهر هيت للجزء ده اللي هو موجود في ليفل 1، تمام. لو خفيت دوت عملت له ديليت او عملت له موف، هتلاقي بيبدأ يظهر لك الروف هنا بدل الجزئية دي. فدي من الحاجات الكويسة جدا، تمام، ملهاش اي خصائص خالص غير الفيو رينج. طيب الحاجة التانية ان انا ممكن اجي هنا في الفيو واقول له انا عايز اريا بلين. اريا بلين ده بيجيب لي المساحة بتاعت اي ليفل، تمام. فاقدر اختار، بيقول لي
تحب احط لك الحدود الخارجية، ماشي اوكي. فبيبدأ يعمل لي فيو خاص بالاريا، هتلاقيه موجود برضو في البروجكت براوزر. اي حاجة بتعملها من الفيوهات بتظهر عندك في البروجكت براوزر، تمام بالشكل ده، تمام. وتقدر ترسم في اي غرفة فيهم من اركتكشر، هتقول له اريا باوندري وتحدد الحدود بتاعتك، اليكم مثلا من هنا لهنا، وتيجي تقول له انا عايز الاريا وتحطها هنا، بيقول لي ما عنديش تاج فاميلي، تحمل تاج فاميلي معاك، بسيطة يعني. بالشكل دوت جاب لي المساحة بتاعت الاريا ديت. فدي بتبقى كويسة ان انت تحدد المساحة بتاعتك، وتقدر تلونها بعد كده من خلال الانوتيت. هتقول له انا عايز كولر في الريجنت، وتقول له انا عايز الاريا مثلا، وتحدد بأني اعدادات، وتقول له اوكي، ويبدأ هو يدي كل نوع من انواع الغرف الاسامي والالوان بتاعتهم. تمام، لو عجبك الفيديو لايك شير، ومتنساش